يا لها من حفلة ممتعة اليوم! واو ميلا، يا له من آيس كريم رائع! أنا أحبه أيضاً، انظر إلى هناك! يا له من وسيم! الآيس كريم قريب جداً مني، يجب أن أستفيد من ذلك! ماذا تفعل يا أليكس؟ مذهل بوظة، لا مانع من الانتعاش! كم هو لذيذ! أليكس، لا يمكنك أن تلعق طعام الآخرين! أين ذهب الآيس كريم الخاص بي؟ جولي أكلتيه؟ خذي هذا، الآن أنت مسؤولة عن كل شيء، تعال اتبعوني! أين تأخذيننا يا ميلا؟ لتحدي جديد! هل هذه وجبتنا الأولى؟ رائع! واو، كعكة، كم هي ضخمة! أريد قضمها الآن، لا أستطيع المقاومة، لنجرب حالاً! لا تتعجلي يا جولي، دعينا نلقي نظرة على البطاقات! أليكس على حق، لنبدأ معهم! رائع، أستطيع أن ألعق الكعكة! وأنا سأقدم قدمة! يبدو أنني لا أستطيع فعل أي شيء، اللعنة! لن أتحمل ذلك، سأجرب على الأقل كريمة! لذيذ! هذا مخالف للقواعد يا جولي، لا يمكنك أن تفعلي هذا! لا تجري على أفعالها مرة أخرى، فلن يكون لدي شيء لألعقه! ممتاز، لذيذاً حقاً، أنا أريد أكثر وأكثر! توقف أليكس، إنه دوري الآن! ميلا على حق، يكفي اليوم! لطخت أنفي، هذا أفضل، سأكله! أنا لا أعرف عنك، لكنني بالتأكيد سأكل كل شيء! كم هو لذيذ! لا يمكن إيقافي! لا أستطيع أن أتحمل مشاهدة هذا! أنا بحاجة للتدخل قبل أن تأكل الكعكة بأكملها! أعطنا من فضلك! بالطبع لا! حسناً! إذاً خذي هذا ميلا! دعني يا أليكس! لديك كريمة على وجهك! لا شيء مضحك! الآن ستحصل على جزء كبير من هذه الحلوى إذا كنت تريد! لقد أصبت جولي في عينها، مضحك! كيف تسمحي لنفسك يا ميلا؟ أنت من طلب ذلك! فلنكمل، لدينا طبق جديد! هذه المرة أنا سأفتح أولاً! لا أصدق عيني، إنه صبار! يبدو رائعاً! أخشى أنه شائك للغاية! نعم، إنه مؤلم! لا حاجة للمس الصبار بيديك، من الجيد أن لدي ضمادة، دعينا نضعها على إصبعك! هيا، شكراً جزيلاً، ماذا كنت لأفعل بدونك يا أليكس؟ حسناً، هذا أفضل! الآن خذوا البطاقات، دعونا نرى ماذا هناك، لن أضطر إلى لمس الصبار! لا، ليس هذا، لابد لي من لعقه! وأنا سأخدم! سأكون سعيداً لمشاهدتكم! ابدأي ميلا! لا، أنت الأفضل! أنا مستعدة لأعطائك الدور! وأنا كذلك، هيا! هذا يكفي! رأسي على وشك الانقسام! العبوا وقرروا بعادل من سيبدأ! إنها ليست فكرة سيئة، لنجرب جولي! رائع، أنا ربحت، أنت تبدأين! أليكس، لماذا اقترحت هذه؟ كنا سنحلها بدونك! كم هذا مؤلم، خدشت لساني، انظر هناك أوبر! يا له من كابوس! لقد خدعتكم للتو وأنتم صدقتم! ليس مضحكاً جولي، العقي مرة أخرى! لا، ليس هذا! انتظروا لحظة، لدي فكرة! أحتاج إلى حلق الصبار! وبعد ذلك سيكون غير ضار تماماً! يبدو أن هذا الوضع ضعيف للغاية، سأشغل وضع التوربو! روعة، يعجبني! أنا متأكدة أنني أستطيع التعامل مع الأوبر، لنبدأ! يا رفاق، انظروا إنه يعمل! أحب ذلك! يكفي، كل الأوبر تطير نحونا! إنه جاهز! ماذا كنت تقول؟ أوبس، هذا محرج! بالتأكيد، هيا العقي الصبار بالفعل! حسناً، لا تقلق! أصبح من السهل إكمال المهمة! انتهيت!
لقد جاء دوري الآن، أحتاج إلى القيام بذلك بسرعة لكي أنسى هذا الحلم السيء. أوه، مقرف جداً، لا أحبه على الإطلاق. كم هو مضحك مشاهدتكم. ميلا، ماذا تفعلين؟ آسفة أليكس، لم أستطع المقاومة. فليكن لك درج. ها هو طبقنا الجديد. سأفتحه. هذه مصاصة ضخمة روعة. واو، كم هي كبيرة. آمل أن أتمكن من لعقها على الأقل. دعونا نمزج البطاقات بشكل صحيح حتى يكون كل شيء عادل. ممتاز، يمكنني أكل المصاصة. وأنا لن أجربها حتى. هاي، أستطيع لعق المصاصة. ليس عادلا. توقفي عن الغضب، لن يساعدك. تقرر كل شيء بالفعل. آسفة أليكس، لكنني سأبدأ. فليكن، ابدأي. لماذا رميتيني بالغلاف؟ أنا فقط لم ألاحظ. جولي، لا تستطيع تناول قضمة من الكراميل. ماذا تفعلي؟ يبدو أنها أصيبت بالجنون. ما زالت غير قادرة على كسر المصاصة. سترون الآن، سأخذ مطرقة ثقيلة. فكري مرة أخرى جولي، أتوسل إليك. مستحيل، تحطمت المطرقة. لقد فشلت خطتك تماماً. أعطني المصاصة، أنا أعرف كيف أتعامل معها. أستطيع لعقها أيضاً. حسناً، يبدو أنه سيطول. لا أعرف ماذا أفعل بنفسي. ربما سأضع المناكير. جاهز، ماذا بعد؟ سأخذ قيلولة. لا، أليكس، دعنا نسرع العملية. ميلا، أعيدي لي المصاصة الآن. تفضل، لم أخذها منك، أردت فقط مساعدتك. يا له من مثقب، رائع. الآن سوف أتناول الكراميل بشكل أسرع. روعة، إنها تتقلص. بقي القليل. هذا يكفي، أعطني المصاصة. كم هي صغيرة الآن؟ كوني شاكرة لأنه بقي القليل فقط. شكرا أليكس. ما هذا؟ هناك شيء غير الكراميل. عرفت، إنها علكة. روعة. حسنا جولي، لا تنفقي هذه الفقاعة الضخمة. لا، لقد انفجرت الفقاعة. أليكس، كنت على حق. جولي عالقة في علكتها. ألا تشمون شيء رائحته فاسدة؟ أعتقد أن الرائحة الكريهة تأتي من تحت الغطاء. مقرف جولي، أنت محقة. أخشى أن أتخيل ما هناك. لماذا فتحت الغطاء؟ نحن نختنق الآن. لا يزال على أحدنا تجربة هذه السمكة. من الأفضل أن نبدأ. لا، لابد من لعقها. ولا بد لي من قضمها. لا شيء، أنا سعيدة بنفسي. هاي، رأسي. في رأيي لا يوجد سبب للمتعة يا ميلا. إذا كنت بهذا التوتر يا أليكس، دعني أبدأ. لن أقترب من هذه السمكة. هل غيرت رأيك بشأن لعقها؟ لن تنجحي. حسناً حسناً، علي أن أفعل كل شيء وفق القواعد. لا، لقد غيرت رأيي، أفضل عدم لعق السمكة. لماذا؟ لأنني خائفة، لكنني لست جبانة. سأجرب مرة أخرى. أليكس، دعني أذهب. أنا فقط أساعدك على إكمال المهمة. لم أطلب المساعدة، هذا كل شيء. حان دورك الآن، بالتأكيد لن تهرب. ماذا فعلت يا جولي؟ مقزز. انظروا إلى أليكس. مرحبا بكم في تحدي الرسم. ستذهب نافورة الشوكولاتة إلى الشخص الذي يرسمها بشكل أفضل. نحن نتفق تماما. بما أن الجميع يتفقون، فقد حان وقت البيض. لكن ضعوا في اعتباركم، يجب أن ترسموا بدون أيدي. هذه قاعدة إلزامية. إذا كان كل شيء واضح، فإذا لديكم دقيقة، انطلقوا. أنا متأكدة بالفعل من أن النصر سيكون في جيبي. لماذا أتنافس مع هؤلاء غير الكفؤين؟ انظروا من يتكلم. شيء ما يخبرني أنني سأحصل على نافورة الشوكولاتة. أمر رائع أن أرسم. كلا، هي ملكي. صحيح، حتى الآن لا يعجبني ما اتضح. ربما أحتاج إلى بعض التكنيك.
أعتقد أنه سيكون أكثر ملائمة الرسم بقلم الفلوماستر. بالضبط، قلم الفلوماستر. أريد أيضاً أن أرسم به. نعم، لا يمكنك حتى فتح القلم. ليس مضحكاً. ماذا علي أن أفعل؟ على وعلى ذلك لدى الآخرين رسومات رائعة. لا بأس، إذا لم أتمكن من الرسم بشكل جيد فأنا بحاجة إلى إفساد روائعهم. الريشة ستساعدني. ماذا فعلت؟ بسببك خرب الرسم كله. حظ سيء. لماذا تضحكي؟ يمكنني أن أفسد خاصتك أيضا. وأيضا أستطيع إفساد الرسم الخاص بك. لتعرفي كيف تضحكي على سامانثا؟ لا، هذا يكفي. لماذا أنت سعيدة يا تشيلسي؟ سوف أفسد رسومك. لا، من فضلك. يا فتيات، انتهى وقتكم، أعرضوا رسومكم. أخيراً. اللعنة، لم يكن لدي الوقت لإفساد رسم تشيلسي. لنرى ما تمكنتم منه. ماري، ما هذا؟ إنها لا تشبه النافورة وكأنها لطخة. سامانثا، رسمك ليس جيداً أيضاً. لماذا لم تحاولي بجد؟ ما رأيك برسمي؟ حسناً، إنه أفضل من الآخرين، لكنني رأيت أجمل. نظراً لأن الآخرين ما زالوا أسوأ، تفوز تشيلسي اليوم. هاي، بذلت قصارى جهدي، أستحق الجائزة. هل تعتقدي أنك وحدك تستطيعين شرب الشوكولاتة؟ أنت مخطئة، يمكننا ذلك أيضاً. لدينا قشة خصيصاً لهذا الغرض. كم هو لذيذ؟ مهلاً، أين الشوكولاتة؟ أنت صديقتنا، لذلك شاركت معنا. لصوص؟ هل أنتم جاهزون للجولة القادمة؟ هذه المرة ستكون جائزتكم أكثر روعة. انظروا إلى هذا الكلب اللطيف. لطيف جداً. لقد أكل كثيراً وذهب إلى المرحاض، وستكون جائزتكم هذا الغائط اللطيف. من يرسم بشكل أفضل يحصل عليه. حظاً سعيداً، لقد بدأ الوقت. لا أريد غائط، أحتاج فقط إلى رسم شيء ما، ولكن ليس غائط. علي أن أفعل أسوأ رسم في حياتي. بالضبط، لا يوجد أسوأ من الرسم بقدمي. أعتذر عن الرائحة. ما هذا؟ هل بدأت الحرب الكيميائية؟ من أين تأتي هذه الرائحة الكريهة؟ إنها فقط رجلي الصغيرة. سوف يرسم الجميع بالتأكيد شيئاً رائعاً، وسأقوم فقط بتلطيخ الورقة بقلم فلوماستر. لن يكتشفوني بهذه الطريقة. ليس علي الحصول على قطعة من القرف. اللعنة، لقد فقدت قلمي البني. أنا بحاجة إلى بديل. كل شيء يسقط من يدي. علي أن أكون أكثر حذراً. أتساءل ماذا رسم الآخرين؟ لقد وصل الوقت إلى نهايته. أظهروا رسومكم. انتهى الوقت. هاي، أنا جاهزة لعرض رسومي. تشيلسي، كنت أتوقع منك المزيد. واو، سامانثا، أنت ذكية، لديك رسم رائع. ماري، لماذا تنامين؟ أنا لست نائمة، هذا هو الرسم الخاص بي. أوه، هذا حقا غائط حقيقي. إذن أنت من سيحصل على الجائزة، فلنهنئ ماري. براس، حماقة. حسب القواعد عليك أن تأكليه. نعم، لكن ماذا لو كان مجرد شوكولاتة؟ فو، إنها تأكل قطعة براس حقيقية. أنت نفسك المقرفة. هذه عجينة شوكولاتة معتادة، أتريدي أن تجربي؟ يا فتيات، هل أنتم مستعدون للمعركة القادمة؟ هذه المرة سوف تتقاتلون من أجل هذه الهرة اللطيفة. كم هي صغيرة ورقيقة جدا. إذا قمتم برسمها بشكل رائع فهي لكم. هذه المرة سوف تحتاجون إلى الرسم باستخدام الطباشير الملون على وجهكم. لا يسعني إلا أن أتمنى لكم الحظ. لقد بدأ الوقت.
في الواقع لماذا أرسم شيئاً على الورق إذا كنت أشبه كثيراً بقطة لطيفة؟ أحتاج فقط إلى إضافة بعض التفاصيل على الوجه. لقد انتهيت. أنا أيضاً أبدو مثل القطة. مياو. سأضع بعض الألوان. يمكنكم أن تعانوا بقدر ما تشاءون، لكنني الوحيدة التي أفكر في الحصول على مرآة. بدونها بالتأكيد لن أرسم أي شيء عادي. على وعلى ذلك فإن المرآة ليست ضد القواعد. النصر بالتأكيد في جيبي. لا تستطيع تشيلسي الرسم على الإطلاق. وماري، واو رائع. استخدام المرآة مخالف للقواعد، ألا تخجلين؟ انظري إلى تشيلسي، هل تري هذه الوقاحة؟ نعم، ليس هذا. علينا أن نعلم ماري درساً. دعينا نغسل مكياجها. ماري، هل أنت مستعدة للاستحمام؟ خذي هذا. لا، ماذا فعلت؟ لم يعد بإمكاني الحصول على القطة كهدية. بالضبط، إذا كانت سامانثا رائعة أيضاً فلن أحصل على القطة. أنا بحاجة لإفساد مكياجها. سامانثا، ألوانك ملطخة. أين؟ أخبريني، سأصلحها. من الأفضل أن أساعدك، الأمر ليس صعباً لي. الآن هذا رائع، شكراً جزيلاً. يا فتيات، أظهروا وجوهكم، دعونا نرى رسومكم. ماري، لم تحاولي حتى. لا يمكننا عرض ذلك للقط، مرعب. سامانثا، هل رأيت من قبل كيف تبدو القطة؟ ما علاقة القرصان به؟ قرصان؟ أي قرصان؟ تشيلسي، لقد علمتك درساً، لكن المضيف الآن سيقدر مكياجي. أجل، علينا التخلي عن الفوز لتشيلسي هذه المرة، لأن الباقي أسوأ بكثير. هاي، الآن هذه الصغيرة لي. يبدو أن حساسية القطط قد عادت. القطة بأيد أمينة معي ومع ماري. لا، إنه ملكي. هل رأيت نفسك من قبل؟ عالجي نفسك أولاً وبعد ذلك سنعطيك القطة. نظراً لأن الجائزة الأخيرة كانت رائعة جداً، فقد لا تعجبكم هذه الجائزة. ستقاتلون من أجل السمكة. على وعلى ذلك هذه المرة سوف تضطرون إلى الرسم بصلصات مختلفة. سيكون الأمر أصعب، لكن يمكنكم التعامل معه. لقد بدأ الوقت. بالتأكيد كل شيء سيكون رائعاً. الرسم بالصلصات ليس ممتعاً فحسب، بل لذيذاً أيضاً. ماذا تفعلي؟ اترك القمامة معك. أنا آسفة، لم أقصد ذلك. حسناً، أنا لست مستاءة. يجب أن يكون من الممتع أن أرسم بالصلصات. هم مشرقون جداً. تبدو رائعة حقاً. اتضح أن الكاتشب ليس لوناً سيئاً. أعتقد أن صلصة الجبن مشرقة جداً أيضاً. سأتمكن من عمل رسم رائع به أيضاً. انتهت بسرعة، لكن لا يهم، تبدو جداً مشرقة وجميلة، لذلك فإن أي صلصة ستساعدني في الرسم. واو، لم أكن أعتقد أبداً أن الرسم بالصلصات أمر مثير للغاية. اللعنة، الجميع يرسم بشكل رائع جداً. أنا بحاجة إلى الإسراع أيضاً. أنا أيضاً أريد رسماً جميل. حسناً، رائحة الصلصات جيدة حقاً. من المحتمل أن يكون مذاقهم جيداً أيضاً. كم هو لذيذ. لماذا أرسم إذا كانت الصلصات نفسها رائعة جداً؟ حقاً، تبدين غريبة جداً. إنه رائع ولذيذ جداً. أوافقك، إنه الأكثر روعة. أوه، صناديق غبية. اللعنة، لقد خربت رسومي بالكامل. كيف يمكن؟ قمامة غبية. اللعنة، لقد أكلت كل الصلصات. ليس لدي أي شيء لأرسم به على الإطلاق. لكن لا مشكلة، يمكنني فقط سرقة الرسم من سامانثا. لقد حان الوقت، أظهروا رسومكم.
حسناً، الآن سأخذ رسماً جيداً لنفسي. يا ماري، من الواضح أن اليوم ليس يومك الرسم. لكنني أحب جيسي أكثر. أحسنتي سامانثا، ماذا فعلت؟ هل ظننت إذا جلست ولم تفعلي شيء فلن تحصلين على السمك؟ ليس كذلك، تهانينا سامانثا من ستحصل على الأسماك. أوبس. كل هذا بسبب تشيلسي. لن آكل الكثير من الأسماك النيئة. فكرة، لماذا آكل السمك النيئ إذا كان بإمكاني طهيه؟ هذه فكرة عظيمة، ليس من أجلي لا شيء. أحمل الموقد دائما بجواري. أوه تشيلسي، أنا آسفة، يبدو أن النار قد أصابتك. نعم، وهذا يليق بك. بمساعدة الموقد يمكننا تحويل السمك القبيحة إلى طعام شهي، ومن السهل جدا القيام بذلك. هذا كل شيء، تمنوا لي شهية طيبة. اشتركوا في قناة دردة، دائما ما يكون هناك الكثير من المرح. والآن إلى اللقاء.